أعتذر منك سيد ميماتي المحترم، لأنه هذا الشيك ما له رصيد. شو يعني ما له رصيد؟ الشباب استفسروا من بعض المصادر، الدولة مجمدة حساباتكم. شو الغلط اللي عاملينه مع الدولة ما بعرف، بس نحن وأنا مع الغلطانين مع الدولة، مو هيك؟ ولا أنت مهرب ولا موظف مالية؟ شو هاد؟ ما قلت لك يا إبراهيم جاية السيد اسكندر على السلطة إلا ما يندفع تمنها؟ ما قلت لي يا فكرة بيك؟ معناتها قلت لبنتي نجلة ومخربط، يا بتقعدي على كرسي السلطة يا بدك تقعدي بحضنه للي قاعد على كرسي السلطة يا بنتي. اسمعني منيح ناصر، أعطيتك شيك مجرد إجراء، ما في سند أو شيك أكبر من كلمتي، مصاريك بتاخدها. إذا السيد محمد فكرت بيوقع وبيكفلكن ما بيعود في مشكلة. ما عاد بدي اشتري سلاح، نقلعه من وشي. حيوان، لولا وجود أصدقائي المحترمين كنت قوصت بين عيونك. ولا ولك كيف بتطلب شيء أنا ما طلبته منك؟ بترجاكم تقبلوا اعتذاري. قلت لك ما بدي، لا بقى تدخلوا هدول، كاظم ارميهم برا. واقف اخي واقف، خلاص مثل ما اجينا بنعرف الروح، بس حط ببالك ما حتقدر تاخذ منا شغلي هالقد بقى. ايه كان ناقصنا. ما قلت لك يا ابراهيم اخي تجارة السلاح صعبة صعبة، ما حدا بيقدر لها. قلت فكرة بيك. شو دخلني ان قلت لابراهيم ولا لا؟ هي لا تقول هيك ميماتي، اذا الدولة جمدت لكم حساباتكم هيك يعني حاطة ايدها على سلاحكم كمان. ايه شو بنا كيف بدكم تواجهوا اعدائكم ميماتي؟ بيروحوكم. لا تقل لي ما قلت لك. اسمع مني، انا خابر الدنيا. الو معلم، بولوتي الجين بايت على المشفى ومعه مرة، هلا شفتهم بعيني. ماشي سيد بولوت مننزله، بس لازم المريضة تقول بلسانة انه ما بدها الولد. يعني انت بعد كلمتي بتقدر تجي وتقلي ما بدي ساوي لك كورتاج؟ لا طبعا انا ما بقول. ايه لكن شو بدك؟ الولد بشهره الخامس وتنزيله في خطورة كتير كبيرة، وفي خطر على حياة الأم كمان. هي بتحب هاي المخاطر، زمناتها قطعت شرايينها لتشوف إذا بتموت ولا لا. إذا مو مصدق تعال شوفها. ميماتي يقول إني ما بدي منك هالولد، برضى بأي شيء. قال ما بده. ولوت أنا عم بترجاك وعد، إذا بيقول ميماتي ما بدي لا بقى بشوف ميماتي ولا فؤاد، وزد حالي من الشباك وحتى ما بتضطروا تنزلوا لي الولد.
إنسان مو كسبون عمل، ويمكن أنت حبيتني كمان. وليش لحتى حبك كإنسان ما بحب حدا أصلا؟ مثل ما بدك. استناني هون، أنا رايح أجيب لك المصاري. لا عذرا، هون ما بيصير. لك لا تتظارف كتير علي، إذا بعطيك فيزا من عندي هلأ مرتك ما بقى تعرفك. شو نحنا جايين نخوف بعض فكرة بيك؟ لا تقول ما قال لي يا ناصر، هاد الزلمة اللي قدامك بيحب يأسوي. هاد الحكي قوله لنجلة كمان بلا ما بنتك تقول انه ما قلت لك. دق لحست المجنون يجي. أمرك معلم. شريك مشغول، احكي بسرعة. شريك، انت بدك هذا الولد اللي ببطن البنت ولا مننزل لها؟ هو ابني ولا لا؟ ايه شريك منك. الو، وين انت هلا؟ انت شو بدك من وين انا هلا؟ بدك يا للطفل ولا لا؟ سألتك انت وين؟ معلم شامو تفضل. يسلموا معلم. يقوصوه هدول بقى معلم. إذا هدول ما بدن قوصوه شو عم يساوي لهلا هون معنا؟ شامو، إذا أنا بدي استعمل قاتل ليش لحتى الله كان يساويني سوري؟ كان سواني واحد عميل مثلك. إيه طبعا حبيبي طبعا، اللي بيحكي صح بيساوي عميل لو كان واصل هلا من الضيعة. حس. طيب لنفرض أنت قوصته وانحبست، هدول الأولاد شو بصير فيهم؟ معلم تحليل السيد شامو يبدو لي انه تحليل اكثر براغماتيه. براغماتي كيف يا تشيتي؟ يعني حضرتك موجود لحتى تحرر الشعب مو لتقتل بولوت هذا ال... والله التحليل عجبني يا زكي. بولوت انت رح توصل. معلم انا من صغري بكره الخيارات الثقيله مثل هي. بس أنا بهنيك، ألقيت القبض على بلا إصبع يا عقيد رضوان. شكرا لك. وهلأ إلي لنشوف كيف قدرت تنجح لحالك بهي العملية الصعبة. أنا مو وحدي حضرة المستشار. من مين أخذت مساعدة؟ زملائي طبعا. بهالعملية كان مراد على مدار من بين زملائك اللي ساعدوك؟ لا ما كان. غريب، كنت مفكر انه ما في غير مراد على مدار بيسأل البلا اصبع اسئلة عني كل هالقد. انا سألته الاسئلة. عم بيقول هون البلا اصبع، اسكندر الكبير بذاته وجه لي بعض الاوامر. مزبوط. ايه انت بتعرف انه هذا كله كذب، ليش بتسجل هاي المعلومات كلها عندك؟ أنا سجلت أقواله بالكامل. لا تتدخل كتير بهاي الشغلات، آخرتك بتكون الموت. حتى لو قايل هيك بتسجلها أنت على المحضر كمان؟ بالكلية الحربية تعلمنا الموت ما تعلمنا الخوف. أنا بقدر جرأتك الكبيرة هي، ومشان هيك بدي إياك تكون مساعدي. المسؤولين بالدولة كافأوا نجاحك هاد وعينوك المعاون الأول للمستشار، وأنا سعيد من قلبي بهذا الشيء. وغير هيك كمان أنا رح استخدم صلاحياتي وأحذف الأجزاء اللي بتتعلق فيني وكل شيء مذكور فيه اسمي. تابعوا الموضوع يا كنعان. خلوا عقيدنا
يروح يشوف مكتبه جديد. تفضل. معلم نحن ليش واقفين هون؟ هيد شيتي رح يساوي اللازم. لك والله خايف ما توقع الشغل براسنا. لا ما إلها علاقة يا معلم، وقفتنا هون عم تشوشه وما عم تفيده، يعني يعمل مبادرة يطور تكتيكه ويساوي استراتيجية خاصة فيه حتى يقدر يوقف على رجلين. يعني اللقلق بعد ساعة بيترك ابنه يمشي لحاله، اتركه شوي انت. في شغلة بين اسناني؟ في بقدونس حسنانة. اتشق مجنون، شي لخلط، شي نفس، شو اللي زعجك؟ مو وقتك هلا. عرفتي بالموضوع من جديد ولا ما كنت بتجوز؟ كم شهر؟ 5. وشلون لقيت مجرم ينزل جنين 5 شهور؟ عندي قوة مغناطيسية للمجرمين وبقدر شدهم. مماتي مماتي، اذا بدكن يعني نزل هالولد موتوني. بوس ايدك. رح تولدي هالولد. شريك؟ متأكد؟ شريك؟ أول حدا قتلته كانت أمي يوم اللي ولدتني، وما عاد حسبته لها اليوم. ماني ناوي أقتل ابني. شريك، ما فيني خبره لداود بيك إنه ما نزل الولد. معناتها لا تخبر. شو بك؟ شلون ما خبره؟ كاظم وصل لغدي. شو لوين بدو وصلها؟ إذا يلي بطن هالمرة ابني ما ببعتها على محل معك. شريك أنا فهمانك بس أنت فهمني كمان، ما بدي اندم على المنيحة اللي عملتها معك. ما رح ندمك. يلا خدها كاظم. قلو نزلت الولد، وغمزة خليها توقع وراء الطلاق بكرة، وبعدين قلو لفؤاد إنه برات البلد. شريك بدها تنكشف الشغلة هلأ أو بعدين؟ هلأ يمضى اليوم، الله بيدبرها بكرة. ميماتي باش لك شو عم يسوي هون؟ يا زلمة قلت لك خلينا نروح، هي بلش يتعكر الجو. شو انك جبان وبتحب لعيبة؟ استنى شوي صغير ولاد اترك. شتين؟ انا ماني فهمان ليش الزلمة هون؟ وانا كمان ما فهمت. تشتو اذا انت ما بتقدر تعملها انا بعملها. الله يسامحك يا معلم، كيف ما بقدر؟ بالعكس انا برايي يا الجيم بولوت كتير طور وبدي فوت اوصو جوا. فرخ اللقلق تبعي. المبادرة كلها لك، مثل ما بدك عمول ابني تصرف. يلا على راسي ابو الموت. يلا ركوب يا فرخ. شامو شفت بعينك يا أهبان؟ فولكان روح جهز السيارة. أمرك معلم.
شريك، انت متأكد؟ متأكد. هلأ اللي مثلنا نحن شو بده يساوي بالولد؟ طيب نحن رح نخلص شغلنا؟ بيكمل اللي ما كملناه. وبلكي ما اجى صبي. بلا صبي، ما عنا بنات، كله رجال. شوفي ولا لا تتحرك. عفوني معلمي ماتي، بس انا لازم اقتل يالجين. ليش بولوت؟ شو علاقتك فيه؟ معلمي قال لي اوصل وانا لازم نفذ. انت بس اجمعني بمعلمك ولا تتدخل، بقنعه يتراجع. ولك انتو شو لكم عندي؟ شيتين، لا تخليني اوصك. بعد سلاحك. بدك تقوي الزلمة ماشي معي؟ معلمي ماتي بتوعدني انت تحاكي معلمي مورو؟ ما تشغل بالك، انا رح اقوله لازم. شفت شريك؟ جميلك ما كان ببلاش. شكرا يا شريك. امشي. تعال هون ولعك. ولك شامو، شفت فرخ اللقلة كيف اوصل من السلاح ولا؟ فرخ اللقلة انت ماشي يا مورو. معلم، معلم، ليش ما ماتي باش اجا؟ مورو؟ ما عرفت تعمل هالشغلة إلا وأنا واعد بولوت. لا تعيدها. عاجين ثورية تعالوا. تهانينا على المنصب الجديد. شكرا يا مراد علمدار، بس بالزور عم امسك حالي لحتى ما اوصل بنص راسه لهالجبان. لا بدها شوية صبر، هاي انا بعملها. هلأ ما عاد يتحرك براحته بالمستشارية، رح يضل قلقان من وجودك، وطالما هو قلقان الا ما يغلط. وأنا بطريقي لعندك اتصل فيني زميل إلي، قال إنه في شحنة مخدرات جاية. ولمين الشحنة؟ لاسكندر. خير بدري، لازم نحكي يا إبراهيم. تفضل. ايه قال مات معلمك وبقيت معلق. انا ما ببقى معلق ابدا. ليش مع مين عم تشتغل؟ من طول عمري بشتغل لاقوى رجل بتركيا طبعا. يا ابراهيم أنا بحبك وبعرف إنك زلمة ذكي. اسكندر الكبير ناوي يفوت شحنة كبيرة وبدنا نسهله هالشغلة على الآخر، بس إذا بدك تحاول تمنعها مثلا أو توقف مع مراد علمدار وجماعته رح تنقتل. لازم استشير فكرة بيك بالأول. هاي مانا شغلة فكرة بيك، وهذا الزلمة كله ماله شغل. بدك تقرر وهلأ، وراح تبقى بيني وبينك أكيد، أنت معنا ولا لا؟ هلا بدك تقلي وين باسطنبول رح تجي الشحنة؟ أنا ما بعرف شي معلم.
بدك تعرف، وبدك تعرف بشكل مزبوط. ادخل. سيدي، تليفون عاجل من القائد رضوان. ألو. لسه ما حكى يا رضوان، بس بده يحكي. لك عن جد انت مكار، دفن المصاري بقرني ما حدا ممكن يتوقعها ابدا. برافو. بس ليش الشهاده باسمي ولا؟ عشان انت تدفع الحساب كله معلم ميماتي. ما فيني ادفع مصاري كاش ما بتعرفهم حماتي. ماشي ماشي حسني، مظبوط. كاظم، بأوروبا بتندفن المصاري بقبر؟ لا معلم، هاي الحركات خارج القانون. بيكفي هالقد؟ أكيد لا، يلي طلعته ما بيكفوا غير للشهادة اللي عملتها. طلع كمان. معلم، البير أكد لي شغلة المخدرات. بيعرفوا أنه الليلة رح يكون في شحنة كبيرة، بس هن ما بيعرفوا منين وإمتى. يبدو أنه اسكندر عم يلعب لعبة. خبر مماتي ما يرتبط بشي بالليل. حاضر. حدا اجا؟ اجا السيد بدري من شوي، بس اجا لعند السيد ابراهيم. وين اخي الاذربيجاني؟ جوا عند السيد فكرت. ما قلت لك يا ناصر انه المصاري رح تجي؟ ايه بلا يا فكرة بيك. شحنتنا امتى؟ الصبح بتبحر السفينة. ناصر، الحاوية المشكلة خليها لبعدين، وسلمني هاي الليلة. بصراحة انا ما عندي هالكمية اليوم، بس ما في شغلة ما بعمل لكم اياها. انا قلت له لابراهيم، بالعادة الليل قصير، بس هاي الليلة رح تكون طويلة. ألو فوندا؟ عفوا، اي فوندا؟ ما عرفتك. ايه هداك اليوم رحت على البار، كنت حابة اشوفك. تقدري تجي لعندي بكرة على الجريدة؟ بدي احكي معك مشان مشروع. تمام، بكرة. مع السلامة. يالدير، اتصلت فيني بنت اسكندر.
بلشت الشغل بالجريدة؟ ايه. بتمنى لك التوفيق. شكرا كتير لك. بابا من زمان حابب يكتب عمود، كان يكتب مقالات بالعادة، وحابب يصل لجماهير أكتر كل يوم، ما هيك ماما؟ بلا روحي، لما تعرفنا على بعض كان يكتب زاوية يومية باسم مستعار. شبابي كنت شخبر بعض الشغلات. الزاوية اللي رح تكتبها بتتعلق بمجالك؟ أكيد بدي أكتب مجال اهتمامي، بس على الأغلب رح أكتب عن السياسة اليومية. هيك رح ينتقدونا اثنيناتنا بسبب هالشغلة. شو علاقتك فيها؟ بدهم يبلشوا يقولوا شوفوا شو عم يقول عمو لمراد علمدار، ويقارنوا باللي عم يعملوا صهر أحمد أرجمنت، ما هيك؟ لا تواخذيني يا بنتي، بس إذا ذكر اسمي بموقع الأكاديمي جنب اسم الأستاذ فهذا يعتبر شرف كبير إله. لا ما بدي حبيبتي. تفضل. سيدي خبر من يوكساكوفا، الرجال حكى وهي عنوان الشحنة هون. طيب جاي. عن إذن كون أنا مضطر أمشي، عندي شغلة كتير مهمة. عدم المؤاخذة يا سيد، قل لي حضرتك شو بتشتغل بالتحديد؟ بشرح لك لما بيكون عندي وقت أكتر من هيك. عن إذنكن هلأ. انت بدك تروح بسبب بابا ما هيك؟ لا عن جد عندي شغل. نامي رح تأخر. ما رح نام، بس ما ينشغل بالك، اهلي موجودين عندي. الشباب طوقوا المكان، ما في داعي نحن رح نتصرف.
وين الباي؟ هي هي بس. لا تكذب ولا المعلم هو يلي بعتنا لهون وقالوا لنا انه جاي زبون لحتى يشوف العينه. اسكندر عم بيضيعنا، الشحنه تبعه بغير محل. والله طلع في خير عن مراد على المدار.